جرت اليوم اتصال هاتفي بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه حضره صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه قرب حلول عيد الفطر المبارك داعين الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفعه والتقدم والازدهار